ليه بيه دو كان تحاول هكا دو شويه باش تقابل الكاميرا خاطر عندنا اللايف ستريمينغ اللي بدا تو سويت على الباج اكسبريس تاعنا دونك كنا نحكيو في الاوف انا اول مره نستضيف بوليتيسيان انا هنا وانت اول مره برنامج رياضي برنامج رياضي صحيح الدنيا كلي تقلبت شويه والله وليت الرياضه سياسه معناها لما تشوف اللي صاير سورتو لما تذم في تونس تفهم اللي الرياضه ولات ما عادش رياضه ولات سياسه بيوري دور وتاثر على الناس على حياه الناس على مستقبل الناس وتخلل فيها السياسي بكل الثقل نتاعو ولما اصبحت مصالح ناس ما نجمش نائب شعب يطفي ضوء على الموضوع هذا ولا يقول لا خاطيني ولا بيرمو رياض انا عمري ما دخلت لا في ماتش لا في ريزولتا لا في كاليفيكاسيون لا في كونفرون لا في بينالتي لا في تعيين لكن اليوم ولا الامر يمس السلم الاجتماعي يمس الصحه العامه فواجبي اني نتدخل ودخلت اشوف في انتظار اللي عركتك مع وديع من بكري قديم عارف خويا وديع قديم في الموضوع هي العركه كيف كيف بالحقيقه لقينا روحنا نوعا ما مجبرين ندخل في العركه هذه فيو لي ديباسمون على مستوى حوكمه الجامعه التونسيه لكره القدم دونك هذيك بدات بمجموعه من المقالات نتفكر وقتها على الحوكمه شويه فساد من بعد وقت اللي صارت الجلسه العامه وقتها عملنا قائمه قائمة مش جدية برشا الهدف منها وقت اكتساب الصفة من أجل أن نجموا لحقوق قضائيا وديما كنت نحكي أنا وياسين قبل ما ندخلوا قلت له في بلاد ما نقولش فيها قضاء استثنائي فيها قضاء عادي فهم برشا حاجات كنا ما نجموش نوصلوا لهم قضايا نتاعنا احنا ضد الجامعة في المحكمة الإدارية اليوم راقدين قضايا في قضاء المالي راقدين هذيك علاش الواحد اليوم يتسائل هل فعلا وديع الجري نافذ أو لديه شبكة علاقات تخليه يكون ولا يعطي الصورة انه هو نافذ ما كما قلت عركة قديمة انا كبيت العركة هذه قالوا لي فك عليك منه وغول وما تنجموش وناس اخرى دقدقت معاه وراها السياسة وراها رزوات وعلاقات وقوضات وجمعيات وناس الداخل وناس البرة وستة معناها كابو كبير وباش تدقدق فيه ويعمل لك ويقد لك والناس تقول له يجي يحكي لي حكايات تقول له بهات ننشروها الحكايات هذوما نور راه يلعب لا لا فك عليا منه تو طيح لي جمعيتي تو يجيني خطيه تو يعمل لي تو كذا فثم حاله هلع من مجرد ذكر اسمه قلت له ما عرفتش كيفاش يا اخي شنو ولا هذا يا اخي رانا في تونس 2020 راه رانا ماناش عايشين في 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 غابه ولا في قريه في الفارويست معناها اللي ذراعه اغلظ يفك رانا في بلاد وعندنا قوانين وعندنا مؤسسات هو قبل ما ندخل في التفاصيل ودي بتاكيد الكلام تخلل في صراعات مع سليم الرياحي كيف كيف الغلبه كانت رئيس الجامعه محمود البارودي كيف كيف قرنبيليا كيف كيف تحت واندثرت قرنبيليا ودي جريد في فيس بالضربه القاضيه صراعات اخرى مع طارق ثياب مجد الشامني اظن نستحضرهم تو انت شنو اللي خليك اليوم باش تكون ماكش باش تكون من الناس سامحني اللي كيف كيف اللي انهزموا بالضربه القاضيه وحلوا برشا دوسيات مع وديع الجري وكيف كيف عشان الظاهر اللي ياكد كلامي حتى كان قبل موضوع وديع الجري معاه قبل ضايل انتم كان تنسيت الحكايه قبل ما تعاود تصير تو شنو اللي خليك متاكد اليوم ما باش تكون نتيجتها مختلفه الغلطه دو ترو ثم انسان يعرف يلعب لكن يجي يعمل غلطه زايده يقوى 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 لنوصل لدرجه انه يستهين بالخصوم تاعه ويعمل غلطه زايده اللي صار مع هلال الشابه سي لا فوت دو ترو الغلطه الزايده اللي قلبت عليه برشا ناس كانوا من انصاره اللي قلبت عليه الراي العام واللي حطته في وضع صعب اثنين انه عمل اغلاط بعيد على الكره لانه كي تجي تحكي في الكره هذه فيدراسيون وفيفا وكذا انك توصل تضحي بصحه الناس تعمل فينال نتاع كوب وزارة الصحة تقول لك لا تم خطر صحي وزارة الرياضة تقول لك لا رئاسة الجمهورية تقول لك لا باهي لهنا انا مش باش نحاول ندافع على وديع الجري لكن باش نعمل شوية ان سيرتان كليب في الحصة خاطر كلمنا شكون من الجامعة حبينا شكون يدخلوا معنا بالتليفون ولا حاجة ما فضلوا ما يدخلوش نحب نقول لك لهنا مثلا ماهيش ندافع على وديع الجري لكن مثلا رئيس الحكومة هشام بشيشة كان موجود في الماتش جوستومون علاش قلنا الكورة التري بوليتيك ما نجمش ما يحضرش في 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 نهائي كأس هو نورمالمون يحضر رئيس الجمهورية ما يحضرش رئيس الجمهورية جوستومون لازم يحضر احنا وين المشكلة اللي عندهم لاعبية يعرف اللي عملوا التسويت نتاعهم بيستناو في النتيجه نتاعهم ولعبهم اجبرهم على اللعب وطلعوا مرضوا عداو ناس اخرين ثم حكام حكام ولا غالب ديما في الحكايه هذه خافوا خاطر ما تعرف تعيينات كيفاش تصير وكيفاش تعمل ما يتكلموش لكن ثم سبع حكام مسكنهم في نفس الدار هذيك حتى الادريسه نتاع الدار مرضى وعداو بعضهم وفي مشكل عدا عائلته ما طبقش البروتوكول نتاع الجامعه بيدو ما الجامعة عندها بروتوكول صحي ما طبقوش هذه كان المدخل الاول هذا انسان تكرارا وما سبق الاثار والترصد يلعب بحياه الناس خاطر عنده هو حسابات وخاطر عنده هو ماتشوات وعنده كذا يلعب بالصحه واحنا في حاله طوارئ صحيه في البلد هذه يجي يعمل حاجه كيما هكا هذا تصرف غير مقبول وغير مسؤول ونتصور حتى الفيفا بيدها ترضى به. ومش اول مره ياسين خاطر الجلسه العامه تاع الجامعه اللي صارت كانت تقريبا في نفس الظروف ووقتها نحكيو على انه الاجتماعات ما لازمش تصير وكل ووقتها صار والناس جايه من الخارج
نتفكر زيادة واش ديما مسؤولية سياسية. نتفكر وقت صاحبتي في المكي وقت اللي هو وزير سألوه قالوا والله يوفر هو الترمومتر ويوفر لي بابيت ما توفر حتى هذيك الاشكال معناها انت ديما فما ما كان موجود ما كان فما عباد تقيس في السخانة ولا دونك هو المفروض ما تصيرش اصلا في مارس لكن في مارس دونك وقتك يسالوا عش اعتقد السياسيه ما سالتي في الماكي يخرج يبكي في التلفزه ويحكي وما يلزمنيش ومن بعد في نفس الوقت يسالوه على على الجامعه يقول لك ليه ما يسالش وفروا ظروف الحمايه مع النجم الناس كل تنظف توفر ظروف الحمايه لكن انت وقفت انشطه الناس الكل علاش في العالم ياسين على سامحني قصيت عليك وحتى الجلسه نتاع الجلسه العامه اصلا يا اخي مش تم حكم محكمه اداريه لابطال جلسه عامه وهو بالقوه العامه اللي المفروض تنفذ قرارات المحكمه حمايه الجلسه العامه اللي خارج على القانون. انا نحيلكم الكلام القاضي سي احمد سواب اللي هو التقرير بتاع السي جي اف بوضوح الجلسه العامه باطله بحكم محكمه. احنا وصلنا لقينا انسان معنا اليوم تجيب حكم محكمه على رئيس الجمهوريه تنفذه اما تجيبه على رئيس الجامعه في عوض القوه العامه البوليسيه الامن يمشي ينفذ ذلك الحكم لا البوليسيه القاوها تحمي فيه باش الحكم هذاك ما يتنفذ. علاش ما يتنفذش؟ خاطر محمي سياسي. يا اخي نسينا الرساله بعثها الغنوشي 2012 يا اخي نسينا كيدور ما في الحمله الانتخابيه مع يوسف الشاهد يا اخي ميثاق الفيفا شو يقول؟ من بعده السياسي على الرياضي؟ شكون دخل الرياضي في السياسي؟ في سي وديع الجري؟ من محمي من النهضه معناها هو هو سي تنكر بعد اللي يحكم هو معه النهضه كور معها نداء تونس كور معها تحيه تونس وقت في الحكم كور معها يجوا لك طول الموت معناها وين ثم السلطه يلصق يرمي روحه راهو اليوم اللي صاير كارثه معناها تخيل انت اليوم في هذا المسطح نجم انا نطلب من رئيس الجمهوريه اوديت على الميزانيه نتاعو ونروح لاباس جمعيه رئيسها يطلب اوديت على الجامعه تطيح له جمعيه فين بدنا عايشين؟ ما تحتش عادي على الاوديت لا 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 تحت على الاوديت اوصل لي انا بلا شان شان نسميه الامور بمسمياتها يا اخي اليوم عندنا قانون كيرجي حريه التعبير اليوم النجم ننتقد اي مسؤول سامي في الدوله نديك سؤال سهل بالله انا اليوم منتخب من عند الدوله التونسيه اليوم كان تونسي يسبني كشخص ولا ينتقدني ولا يطلب مني حاجه انا خطيب 30 مليون لا قلنا انت انتخبتني من حقك تنقدني كمواطن الانديه اللي انتخبت وديع الجري اليوم واحد فيهم ما نجمش ينقد وديع الجري شو نصف اله ولا لا وين عايشين معناه وش يعمل هو اللي يعاين الجريمه وهو اللي اختار العقوبه وهو اللي نفذها يحكم بامر هذا الوساز هذا معناها لوي 14 قال لهم ليتا سي موا وديع الجري قال لهم الكوره والقضاء والقانون والفلوس سي موا مي حاجه غير معقوله وغير مسؤوله وما تجيش في 2020 يعني تخيل معايا اليوم انه اليوم تنجم تنتقد الجمهوريه تطلب عليه وديت تنتقد من رئيس الجامعه وبالك شي خاطر هو نظيف ياسر زعما ها عندنا تقرير من هيئه رقابيه ماليه نتاع الدوله معناش مش كلام فيسبوك او نفتريو عليه شفيه التقرير هذا نحكي ما خدم عليه اشرف مليح دوية تختفي هذا نجيب المواضيع معناها انترنوري يخلصوا له للكولم تاعو للكم تاعو باش نجيك مادام جبت على ماتش الكاس هاو يقول قائل مقابلات في العالم قاعده تلعب معناها في ظل الكوفيد وفي ظل عارفين ثم بروتوكول صحي عملته الجامعه لم يحترم هاو المشكله وين توريت مثلا انت تعمل تيست اليوم وبعد ما تعمل تيست تخرج يعديك واحد اخر تصير اما انت عندك تيست شاك في روحك والريزلت ما خرجش وتلعب الناس لا مش كيف نجم انا عملي تيست اليوم يطلعني نيجاتيف انا خارج من هنا يعديني شخص تصير اما انا عامل تيست للملاعبيه ونعرف اللي هما يستنوا في الريزلت نتاعهم ونلعبهم كمان ويطلع من بعد التيست بوزيتيف ويعديونا سخره وكما قلت لك ال- 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 في الموضوع هذايا التكرار مش مره عملها مع الحكام عملها مع الجمهور عملها مع الجلسه العامه معناها الانسان هذا يتهاون لصحه الناس الاخرين زاد كيف عندك الجمهوريات معناها عندهم حالات ايجابيه دونك هذوما كلهم حاجات اللي قاعدين هذا سمحني هذا جانب الصحي كما قلت لك ثم الجانب السياسي والرياضي اش معناها انا رئيس جامعه يدور مع مرشح رئاسي اش معناها رئيس جامعه يرشحوه المنصب رئيس حكومه ينجم يكون بصفته شخصيه معناها لا 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 سمحني ما هو وقت اللي يرشحوه شنو هي صفته الشخصيه شنو المستوى اللي عنده يقول لك انا مواطن من حقي نمشي مع اللي نحب لا عارفين تمشي مع اللي نحب لا ماكش كي تكمل المنظمة نتاعك تمشي مع اللي تحب اما انت وقتها رئيس فيدراسيون دونك انت قاعد تخلط في السياسي بالرياضي نزيدك حاجه اخرى هو قال خرج عمل في الشروق قال رشحوني فلان وفلان 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 يا اخي خرجوا فلان وفلان قالوا تكذب حسون الناس في خرج قال ما رشحناكش معناه هو ايش يعمل يستعمل في التزييف يقول انا كيقول حاجه تو يحشم باش يكذبوني ثم خرج قال ما رشحنيش كان يوسف الشاهد رشحني حسون الناس في كتله المستقبل خرج له عصام برقوقي كتله المستقبل قالوا تكذب ما رشحناكش رئيس الحكومه وخرج له حسون الناس قالوا تكذب ما رشحناكش ريتك الميسيون عملها معاه في التلفزه هو وليد جلاد لهنا كان حاضر قال رشحنا معناه سامحني معناه صدق اللي وليد جلاد اللي عنده علاقه عنده جمعيه خاف عليها لطيح ما صدقش السيد مولى المول قال لك انا ما رشحتكش
يا اخي مش يا اخي ترشيحات تصير بالسرقه يا ترشيحات لو عندنا مده هني انا كان يبعث لنا رئيس الجمهوريه سيد رئيس الجمهوريه قلنا رشحوا لنا شكون يبعثوا لنا قبل المده ونجتمعوا ونكتبوهم في ورقه ونعملوه مش كنت يا اخي ما خلطت شنو معني ما خلطت ما انا عندك الوقت كيف باش تحط معني ولي جليد ممكن عنده جمعيه يخاف عليها وعنده الحق باش يخاف كي نشوف البطش نتاع الانسان هذا وكيف يصرف فيه كي ضيعه نتاع ابوه سي نورمال الناس تخاف منه سي نورمال تقول فك عليك ما غير من ابوه لا لا ضيعه نتاع ابوه ماهيش على ابوه هو لا لا مهم شكرا على التوضيح راه منقصوا ولا ما نقصوش بوك كشخص راه يقولوا رزق ابوه ضيعه ابوه معناها ملكه عنده حتى ما نقولوا ملك خاص ولا ملك عندك عندك الف حق علاش اليوم يا سي العياط علاش اليوم سهل ياسر ودي عجلي عنده 8 سنين تقريبا وعمري ما اهتميت بالكرة وهذه علاش اليوم ما تطرحش كان في وديع الجالي راهو تطرحها في ناس على الناس اللي شقرون تطرحها على الفخفاخ تطرحها على كذا اليوم في تونس عندنا 216 نائب 216 250 حزب مئات القضاة مئات المحامين ما نجمش سي العاري يحل دوسي تاع الناس كل راهو مانيش الدولة دونك تقول معناها نحل الدوسي كي تجي اوبورتونيتي ولا تجي بوسيبيليتي ولا تجي امكانيه ولا ثم علاش معناها ما نجمش نعوض القضاة والهيئات والجمعيات والمحامين والنواب والاحزاب نخدم خدمتهم الكل نجم نخدم عدد محدد من الدوسيات ثم حاجات تصير دي ديكليك يخليك تهتم بالدوسي هذا مش بالدوسي هذا شنو هو ذا القادح اللي سميته الديكليك والله كي شفت الصار هلال الشاب معناها تجي الجهه كامله الناس تخدم الناس مهما كانت الاغلاط بجرد قلم تقليلها على امالها الرياضيه في تونس اش عندنا احنا؟ ابعد شويه فوت البياش في تونس اش عندنا؟ في الشباب في كل بلاصه عنده الكوره يتنفس فيها هذيك هي هذيك الاكتيفيتي برانسيبال نتاع الشباب وين يتنفس وين يخرج اللي فيه وين يعبر وين كذا جيت نحيها علاش؟ خاطر قال كتله بوديت انا كي احكي لي الحكايه المره الاولى ونقول لك بصراحه مدام شرف الدين اللي هي نايبه على المهدي ما عندها حتى علاقه بسيدي شرف الدين راه اللقب بشبه بر كلمتني قالت لي راه عندنا مشكله في الشاب هكا وهكا وهكا يا سيدي تمشي تشوف معنا القصه قلت لها انا شنو هي القصه؟ عديت لي سي المكشر اللي هو رئيس الجمعية قال لي راه عملوا لنا هكا وهكا 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 والله اللي صدقتها قلت عجب معناها ينجم عنده السلطه باش يجي الجهه كامله يقمعها بالطريقه هذه قلت راني مختص في الرياضه تو نستفسر خاطر في خدمتي يجيني برشا ناس تعطيني معطيات غلطه طيب شكون يحب يصفح حسابه مع شكون وكذا فبالوقت قلت ما ناخذ حتى شيء مسلم الا ما ثبت شكون استفسرت؟ هو اللي استفسرتهم ناس في الرياضه وخيروا انهم يقعدوا اساميهم لا تذكر ونحترم الرغبه نتاعهم لكن الناس مختصه في الرياض قانون في قفل قانون الرياض فقالوا لي صحيح راهو عمل جلسه عامه وكان ثم محكمه نتاع الرياضه نحاها باش يقعد هو يحكم وحده وينفذ الاحكام وراهو ماهيش اول مره وراهو كذا وكذا وكذا كذا قلت انا النائب على كل التونسيين من اللحظه اللي انتخب فيها والشاب غادي كتوانسه ونعرف كره القدم مش تعني للناس الكل في كل مكان وهذا الظلم غير مقبول وغير مسؤول بديت نحكي شكون وليد وديع الجري بديت نقرا في ليزارتيكل نتاع ايوات بيت اللوش وبعد جات الحكايه نتاع الكاف لقيت فيديو نتاع خلينا نبقاو في دوس نتاع الشباب جوستومون الاستاذ سيتنتو انا بديت نبحث الموضوع لقى فيديو نتاع الكاف ها باش يرشحوا فلان خاطر سي وديع الجري يتكتك مع احمد اللي سمى بلادنا البارح هو انفي بالطبيعه مش نقول لك البي بي سي خرجت البلدان المعموله وانا صدق البي بي سي اكثر من وديع الجري تكون واضحين يظهر لي نجم مسمي اللي كان يلقاه يكذب على حسن الناس وحسن الناس في حي خلي ما يكذبش على امور اخرى خلينا نكون واقعيين فقلت لي القصه هبطت فيديو على الباج نتاعي قلت بالله كذا مش مختص في الرياضه يفهمني اسكو بالحق الحكايه معناها يحب يحرم تونس من رئاسه الكاف خاطر عنده حسابات مع المغاربه مع احمد ما خدمش تليفوني في حياتي كيما في الساعتين تعدوا بعض كلموني مسؤولين اكتويل في الجامعه كلموني مسؤولين من الجامعه اي من الجامعه اي في المكتب الجامعي في المكتب الجامعي توي كلموني مسؤولين سابقين كلموني حكام كلموني رؤساء انديه عمري ما تصورت انه انسان ظالم عباد في تونس بهذه الدرجه واللي هذا يقول لي سيسعد روحك ورد بك روحك راهو يعمل راهو كذا راهو يضرك راهو اي قلت علاش كيفاش تشالنج اكسبتد نقبل التحدي هو. انا لا عندي جمعيه باش طيحها سي بوان لا باش يخرجني على البنك لا باش واللي زاد خلاني ناخذ الطريق الامور بطريقه شخصيه كي شفت كي جابوه في التلفزه ما ثماش كلمه اخرى توصفها الحقاره على مسؤوليتي ماذا بين عليها سياسيا ماذا بين عليها خليك من جمل جيب بعدها رايك لما انسان في الوضع اللي احنا فيه تو شو يعمل؟ يلعب على ورقه الجهويات بتلك الطريقه يحب يحل حرب اهليه في البلاد كي ما يلقاش اجابه على سؤال خطر لي من هاك البلاصه هذا كلام معقول؟ هذا كلام مسؤول؟ هذا كلام تاع وضعنا تو؟ تحب شنو تحب تعمل انت؟ كل ما يلقاش اجابه على سؤال انا خاطر لي ماك البلاصه وانتم خاطر لي ماك البلاصه هذا خطاب تاع انسان مسؤول هذا انسان يهدد الامن القومي تاع البلاد شنو يحب طالب معنا غدو غدو زوج جيران كل واحد من بلاصه يقول له انت طيح لي في ولد بلادي وانت طيح لي في ولد بلادك هذا من حبس البلاد
فهمت علاش قلت لك كلمه الحقار حتى اونتر جيمي معناها لهنا اللي عملوا يهدد الامن القومي حقيقه يحب يشعل حرب اهليه في البلاد الواش باش يربح بلاصه مع احمد احمد الله اعلم اش بيناتهم معقول هذا باهي خلينا نمشي للتفاصيل انت قاعد تحكي شويه عموميات أي. في موضوع هلال الشابه انت قلت خذ طلب اوديت لكن كي هو يحكي لهنا يقول لك لا فما تراكمات فما عركه قبل انت مثلا الشابه كي داخل عركه مع بعض الجري ما خلص الخطايب باش يشدش عليك حتى شيء لا جوستمون واعمل الانخراط نتاعك في الكيو 98 حكم 92 حكم ماهوش منافذين من 2012 وحنا راجعين معناها كي تجي انت تركز مع الشاب سؤال سيد الجري هل هو اجراء عادي او استثنائي كي انت ما طبقتش 92 حكم مطبق على الشاب سيكو انت مستهدف الشاب هذيك علاش لو كان جات مثلا سنه ال 92 حكم شنو بالضبط؟ باهي عندنا 92 حكم صادر عن اللجان القضائيه للجامعه ضد الجمعيات لم يتم تنفيذها شكل هذاك هذيك علاش دونك هو السنه في الجامعه هي خرق القانون مش تنفيذ القانون فتنفيذ القانون كيما كان يعمل بن علي قبل تستعمله باش تصفي به حساباتك هذيك الاشكال حتى على الخطايا الحكايه لكن جوز بوان اخر بدي ياسين على التجربه حكم خلينا نفهم هنا حكم معناها هو حكم على فرق معناها على فرق مثلا صادق. عندك امثله هنا ولا ما عادش نجم بعد اليوم نلقايك الامثله الكل خاطر خاطر مثلا حكيت فيه موضوع هذا معكم الجامعه يقول لك فما فرق بين ديون وبين خطايا معناها ديون نجم نجدول لك انا ديون اما خطايا مش كيف كيف ما ثم شيء يمنع قانونا جدولة الخطايا حتى شيء كي تحل القانون كله ما تلقى حتى فصل او شيء يمنع جدولة الخطايا اثنين سامحني الخطايا اللي عطاهم مش عمل لهم جاء من نهار 28 اعطاهم باش يخلصوا بالغلط تم 20 مليون نحات لهم قال لهم خلصوها كمان قالوا يا راجل راك انت غلط علاش فايت الاجال هي راهي خاطر هو الورقه اللي عطاها لهم اعطاهم فيها 20 مليون زايده قالوا يا دي انت قال خلينا نثبت وقتاش يثبت فايت الاجال الغلطه منه ثلاثه هذيك الخطايا غير مستحقه غير واجبه علاش؟ لانه فيها استئناف معناها غير واجبة صحيح عندي خطايا انا مستينفهم فهي غير واجبة ثم كنت باش تاخذهم من اللي سالهم لي من عند التلفزة انا لهنا نحيل الاخصائيين نحب نتعمق برشا في الموضوع ديما نحب نحكي تحت رقابة مختص خاطر جيد عليا الشيء ذا الكل ثم سي بعطي عملنا دو صحفية واجاب على كل تلك النقاط نقطة نقطة فافحمها وفخرجها وانه اش كان يعمل سي وديع في التلفزة كان ويل المصلين ويسكت غادي في حين القصة اعمق واكبر واكثر جوست اسلام باش نجيو على كلام خاطر جماعة انا يسمعوا فينا وقاعدين يديروا قال لك راهو اللاعبين متضررين طلبوا تطبيق الفاصل 91 من قوانين الجامعه اللي يقتضي بمنع الانتداب خاطر ما خلصوش والجامعه تجاهلت تطبيق الفصل هذا على جمعيات معينه فبالتالي السنه راهي كما قلت لفيت مع العقاب سيد ودي الجري وقت اللي فما حجر صحي روح هو ولده من انجلترا ما دخلوش في الحجر الصحي راحوا لديارهم فهذوما كلهم حاجات راهو مانيش نحكيو على تجاوزات فقط في تسيير الجامعه اللي انا عندي السيد تفيق المكاش يقول من غير ما تعب روحك تطلب وديد فصار وزوز راه وزوز كافيين باش الشخص هذا يعدي فتره محترمه في السجن سنوات في ظروف عاديه احنا رفعنا قضيه والاسبوع الجاي باش نرفعوا قضيه اخرى قضيتنا رفعناها في جوان في جويليا تم احالتها قطب قضاء المالي اللي بدوره احال الفرقه الابطال الاقتصادية اللي في زي المنتخب الوطني واللي هي قديمه هذه في بالي من وقت ما هي قديمه والمشكله ما صار فيها حتى شيء وال التقرير الثاني اللي صار ما عيطولكمش ما سمعوكمش اللي سمعونا تو سمعونا تو رسميا نهار الخميس تم الاستماع لينا ونتصور شي يستمعوا زاد الجامعه والشركه المعنيه بالامر فما كيف قضيه اخرى الاسبوع القادم حول تزوير وثائق رسميه اللي كيف موجوده في تقرير الرقابه فيما يخص شنو؟ اللي هما الاوراق تاع الامبو المطبوعات اللي هما مزورين دونك فصل اللي يقترحوا فريق الرقابه انه فصل 297 يطبق اللي ما طبقش للاسف دونك احنا باش نقوم شنو اللي خليكم تقولوا اللي هم مزورين معنا؟ لا هذا مش كلامنا احنا هذا كلام وزاره الماليه لكن وزاره الماليه هو قال جيتنا الرقابه الماليه ما قال حتى لا 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 مش صحيح ريتك كيف شي غلط في العباده من 1 نوفمبر 2017 لف لدى سيد وكيل الجمهوريه واحنا توا نتسالوا علاش توا متحرك انت صحافي رومونت تنفستيك قال جاء تقرير الرقابه وما قال شيء انا نشرت تقرير الرقابه ونشرته اي واتش 252 صفحه في الاخرات اللي هبطت وانت على الصفحه وهبطت واي واز زد دونك كيفاش يقول ما لقاو شيء؟ هذا التقرير موجود هبطنا المراسله وزاره الماليه قلنا راهو احلنا الملف للسيد وكيل الجمهوريه بتاريخ 1 نوفمبر 2017 السؤال الحقاني السيد وكيل الجمهوريه لمحكمه تونس من 1 نوفمبر لتوا بما ما لحد شيء انا بعثت راني مراسله سيد وزير العدل في الموضوع ثم هيكل اسمه تفقديه في وزاره العدل اذا ثم تواطؤ مخبين الدوسي مرقدينه ثم اخلالات في الاجراءات الهيئه هذه
تنظر في الموضوع هذا وتعاقب السيد القضاة كان قصروا كذا تبين منهم تقصير وسرح الملف بعث له رسمين خدوش معناها من 2017 التو الدوسي راقد فما إجابة مزال مزال بعث الملف لكن إيش معناها شكون يحمي فيه حتى في القضاء وريد المغالطة عنها مهمة القصة هذه إنه قال جيت وما لقوا عنا حتى شيء كيما صحيح القاو في التدليك معنى تصور انت القانون معنى حكايه التدليك صراحه تينو تنو يخلص برشا ولا باس عليه المشروبات الكحوليه والتدليك الخاص في وسط الجامعه حكام تخلص في النوار لا باس معنى احنا اليوم كيفاش في النوار في النوار يعطي فيهم بالفلوس واللي يحب هو زاد اللي يختار هو وما يحطهمش في سيستم انفورماتيك هذا في التقييم تاع الرقابه الماليه انت اولتها اساسا هو في النوار حاجه اخرى اولها اوترومون خاطر انت جيت وحدك طلبت افونس كحكم خذيت الافونس هذيك من بعد في سيستم انفورماتيك ما دخلتهاش خلصتك نورمال وقعدت خلصتك يعني خلصت اكثر من اصحابك هذا سؤال اكثر من هكا يقول له راك عندك هو مليار فما حكام واخذين ديزافونس وي بطلب منهم هذا يقول التقرير فما مليار ديون فما عندكم مسام تاع الحكام ولا غير ما نذكر لا ما خرجش خاطر انا من هنا مثلا كنت حكم من هنا كنا ندخل وراه بالوتار بعض العام وراه مش مش فما ديون فما ديون يحكيوا على مليار ديون من لسيد الحكام لدى الجامعة ويقول له التقرير التوصية اللي يقول له يقول له خلص الناس باش تبعدهم على المراوضة يا أخي حكم عميل ما تخلصوش والعام ما تخلصوش كيفاش حبوا ينجم يقاوم كي تبدا ثم رشاوي هو ايش يعمل الحكام اللي حشتوا بهم يقول لهم قولوا عمل لي ورقة افونس يعطيها افونس وما يحطوش في سيستم انفورماتيك تاع الجامعة كي تخلص من بعد دونك ياخذ افونس تاعي ماشي يمورو واثنين كي تصب الفلوس من بعد ياخذ فلوسه كامل الافونس هذيك ما تنحاش هذا كيف كيف موجود فيها موجود في تقرير الرقم انا السؤال سالته لك على شتوا خاطر بون تاويلات مشكله مية يقولوا راك طارق بوشماوي مثلا لا 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 وراي طارق بوشماوي حتى وقفوا الكلام اللي خرج موضوع الخلاف بين مو عملوا هذي في حكايه الفخفاخ انت خاطر الفلان عنده خاطر حكايه النهضه عملوا هذي في كل دوسي نعملوا ثم ناس بينار صدق أمل وعمل ما تنجمش تحل الدوسيات الكل يزم انتريجر معناها ما نجمش نعوض الهيئات والجمعيات والقضاة ثم 255 حزب و 216 نائب المفروض تسألهم هما انتم علاش ما خدمتوش مش انتش بخدمت هذيك كيسير التريجر والله ألمني جدا اللي صار للشاب كيشاد مع الحكاية هذيك قلت أنا سمحني أنا عندي عمري بنتو 40 أنا كسألني شكون رئيس كامرون والله ما نعرف قل لي عيسى حياته نعرف رغم اني مش مهتم بالكور دوك فهمت اللي هذاك منصب دبلوماسي قوي صحيح كي نلقى مصري انا رئيس سويسرا ما تعرفوش وتعرف انفانتينو جوستما جوستما دونك كي نلقى منصب كيما كيك والمساره اللي ألمني مساره يقول لك والله هي لتونسي سكره لتونسي باش يطلع بتاعنا وكلموني اخصائيين قالوا لي راهو صفقه بين وديع واحمد احمد ومزكي وكذا كي خرج في البي بي سي كما خرج في البي بي سي قلت هذه قامت الحكايه دونك التعليقات اللي قدمها هو ماهيش موقع يقول لك السيد رابح رابح السيد راهو عنده قداش من 52 تزكيه ولا قداش قال لك رابح رابح ما يترشحش ما نجم يترشح الا من الجامعه نتاعو ترشح لا لا نحكي على اللي السيد قال لك احمد احمد أيه. عنده تسكين لا لا بشير بشير رابح رابح علاش نمشي مع الخسار الخاسر هو في ديبات توا في مسؤول الفيفا اللي دفعوا لعدم الترشح اللي الفكره توا حتى في شروط الترشح كي تقرا وصارت في الكاف فما شكون منع من الترشح وتحت الكونديتيور نتاعه وحاول شبهات فساد هذا شبهات الفساد تنجم تطيح لك الميثاق الفيفا في ميثاق الفيفا لابونغوفرنونس ايتيكا مش الادانه توفر شكوك جديه ب شبهات الفساد دونك هذاك علاش انفانتينو اليوم ينجم يمنع احمد احمد انه يترشح سمعتوا الكلام وينجم هذاك علاش اما البوان اللي ديما نحكيو فيه ديما نحكيو على الحوكمه خاطر الكوره تو احنا مش الديبا نتاع وعلاش تو بالذات تو احنا متعاركين عندنا عام ونص متعاركين مع طارق بوشماوي قبل قبل وديع الجري ويقول لك طارق بوشماوي طارق بوشماوي مره قالوا له اسمع علاش ما تحلفش انت ويوتش قال لهم انا نختار وديع ووجه لي انا يوقفوني هذاك من كم صغار قال هو قابلته حكيت قبل ما تعرف بوشماوي جمل انا قبل اشرف ما اعرفش وانت كذبتني قلت عندي معلومه قعدت مع تعرف بوشماوي حاولوا برشا عباد يقنعونا ان نقعدوا معاه واحقاقا الحق هو اول من رفض قال لي هذاك من الكمشة فروخ اللي وقفوني قدام قلت بقضاء المالي ما نحطش يدي معاهم وجاو نفس العباد وقالوا لنا نتقابلوه وحنا رفضنا خاطر فما رسالة مفتوحة نتفكرها بعثناها ليوسف شاهد قلنا له قبل ما تبدا بالعباد ابدا بالعباد كما طارق بوشماوي علاش على خلفية ما يسمى بسويس ليكس وقت اللي خرج فما فلوس موجودة بالخارج معناتكم ما كنتوش منزلين حتى حد انتم ليش قلت لك انا طارق بوشماوي عرفته قبل حتى وديع الجارية وهو بالذات خذاها بمحمل شخصي كيفاش معناها احنا شوهناه لكن راهو وقتها خرجت فضيحة عالمية مذكور فيها هو بالاسم وقيمة المبلغ قاعدين نتابعوا فيها مثلا الموضوع هذا في قوة القضاء ليلة في قوة القضاء المالي باهي اتهامات بالجملة مازالوا حكاية الأدوية حكاية عقد الاستشهار هذاك عقد الاستشهار مهم جدا مازلنا باش نحكيو فيه بعد شوية الأخبار فدوا تركي بعد راجعين في زون ميكس مواصلين حتى للخ